الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا ودايما وجودكم معانا هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه جديده هنعمل فيها معجنات، بقالنا كتير قوي ما عملناش معجنات، فقلنا ايه المدارس قربت وبتحتاج معجنات في الوقت ده، فخلينا نعمل ايه معجنات الجيب. معجنات الجيب هي معجنات بسيطه جدا، بعجينه بسيطه جدا ما فيش فيها اي حاجه غريبه خالص، وبناخد منها شكل جميل جدا وجذاب هيخلي الولاد كده يتحمسوا للاكل، لان الاطفال بتتاثر قوي بشكل الحاجه اللي بتاكلها، فهيبقى شكلها لطيف جدا وحتى الكبار هيحبوها، عزومه، عيد ميلاد، سناك كده بالليل، تنفع اي حاجه وهتعجبكم جدا. وزي ما قلت سهله جدا جدا جدا. تعالوا نشوف عباره النهارده ايه. هي مش عباره النهارده، هي من سوره يوسف، ايه من الوعود الربانيه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خليكم دايما من المحسنين، وربنا عمره ما بيشيل ما بيهدر إحسان أي حد، دايما بيرجع لنا بشكل أو بآخر، و احيانا بيبقى بيرجع فوري قوي لدرجه ان الواحد يعني ايه جسمه بيقشعر كده، بيحس كانه بيترد عليه. فربنا يجعلنا جميعا من المحسنين، وربنا يجعلنا جميعا من اللي ربنا يرضى عنهم. تعالوا نطلع فاصل صغير، بنعمل ده بعد الفاصل، تعالوا نطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع منه نكمل حلقتنا مستنياكم. رجعنا من الفاصل ونبدا حالا في العجينه. خد بق قهوه ونقول المقادير معجنات الجيب. وطبعا العجينه دي انا هشكلها بشكل كده لطيف، انتوا تقدروا تشكلوها اي شكل في الدنيا مفيش مشكله خالص. عندنا 4 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه صغيره ونص من الملح، معلقه ونص ملح يعني، نص كوبايه من الزبده الدايبه، ممكن تبقى سمنه لو حابين مفيش مشكله، ربع كوبايه من الزيت، ومعلقتين كبار من السكر، وحليب دافي للعجن حوالي 2 كوباية. للدهن، دهن الخارج يعني، عايزين حليب وصفار بيضه ورشه قهوه سريعه الذوبان. اللي عنده مشكله في البيض يستبعده مفيش مشكله. وهنحط على الوش كمان ممكن سمسم وحبه البركه، وبرضو اختياري ممكن حد يستبعدهم. الحشوات بقى بصراحه يعني هي ما ينفعش يبقى ليها مقادير، هي براحتكم. تركي مدخن، لانشون، سلامي، بصل، جبنه رومي، طماطم، خيار مخلل خاص. انا عندي تشكيله كده وهقعد بقى ايه اشكل براحتي خالص ايه اللي ممكن يعني يتحط، لكن مفيش حاجه معينه ملزمه خالص في الحشو. حتى ممكن نحشيها حلاوه، مربى، مربى بالقشطه، براحتنا مفيش مشكله خالص. بقول لكم ايه، في المطبخ اعملوا لي كده مايونيز يكون محطوط في ازازه سكويت باتل، ممكن؟ شكرا. ويلا بينا نبدا العجينه. اول حاجه انا عايزه اخلط المكونات الجافه، فانا عندي هنا الدقيق، هحط له الخميره وهحط له السكر وهحط له كمان الملح، قلنا معلقه ونص صغيرين. انا دايما بحب اخلط المكونات الجافه بره عشان ده بيضمن لي يعني ان انا قلبت كويس ومتاكده ان كل حاجه اتخلطت. العجانه احيانا بيبقى فيه كده حاجات تحت بتفضل بعيده عن الخلط، فيعني عشان بس قلبي يطمن بعمل كده. وده مهم جدا ان العجينه ما تهبطش من ناحيه وتعلى من ناحيه، وانها تكون على نفس الارتفاع ويكون فيها نفس الطعم، الملح متوزع، السكر متوزع، الخميره متوزعه. فدي خطوه حقيقي مهمه يعني مش وجع دماغ على الفاضي. ننقل بقى خلاص المكونات الجافه بعد ما خلطناها، ننقلها كلها هنا. وكالمعتاد يعني اخترت البس غامق يوم الدقيق، كالمعتاد ربنا ما يقطع لي عاده، لازم يوم الدقيق بالصدفه اقوم لابسه غامق، ما بتبقاش قصدها خالص، هي صدفه كونيه غريبه. ويوم الصلصه لازم ابقى لابسه فاتح، يعني ما انا دايما ببقى خارجه بعديها، يعني انا عمري بطلع من هنا على البيت يعني ما بتحصلش، فبيبقى دايما عندي مشاوير شغل هقعد اشتغل بتاع يعني، فحاجه ظريفه جدا.
يلا بينا. الزبدة السايحة، وادي كمان، ده ايه ده؟ الزيت، افتكرته خل، معرفش ليه. ويلا بينا نبدأ في العجل واحنا بنضيف اللبن الدافي. هستخدم للعجن سلاح الكف، البادل اتاتشمنت، ده اللي بيبقى مناسب للعجين التقيلة دي اللي ليها عرق. هبدأ أضيف اللبن تدريجيا لأن ممكن محتاجوش كله. ممكن نعجن بمية بس هي بتبقى أطعم كتير قوي يا رغدة لو عجناها باللبن. شفتوا ما احتاجناش اللبن كله. انا عايزه اوريكم بس شكلها بقى عامل ازاي دلوقتي، هي لمت اهي وعجينة، يعني هي اوريدي عجينة بس طبعا هي محتاجة مني عجنة اكتر من كده بكتير عشان توصل للقوام اللي انا عايزاه، فانا هستمر في عجنها. انا هحط لها سنة لبن كمان، عايزاها تبقى اطرى من كده سنة، فانا سنة لبن وهبدأ اعجنها لحد ما تتعجن المدة بتاعتها كلها وتنعم تماما. جيمي هي دي هتبقى دوشة كتير، فايه رأيك نطلع فاصل؟ يلا هنطلع فاصل، انا هعجن بس، هشغل العجان وافضل اعجن فيها لحد ما يبقى مفيش فيها اي شقوق، مفيش فيها اي تجاعيد، ناعمه وملساء ومطاطيه جدا، ولما ترجعوا هتشوفوها بس عشان ما اصدعكوش بالعجان. فاصل صغير ومستنياكم. صح؟ تحسوا هيفرقع في وشي. رجعنا من الفاصل وتعالوا نشوف العجينه بقى شكلها ازاي. طبعا اختلف تماما بعد كل العجن ده، بنلاقي التشققات قلت جدا. وانا ليه زودت شويه اللبن اللي زودتهم في الاخر دول؟ عشان انا بحب عجينتي يبقى فيها تلزيقه كده شويه. التلزيقه اللي في العجينه دي يا جماعه مهمه جدا لان العجينه تبقى طريه بعد السوى، ما تبقاش كده محجره ومش لذيذه يعني، يبقى فيها المرونه بتاعت الحاجات الجاهزه. استنوا كده نمسح الدنيا عشان في شويه لبن منقطين انا مش عايزاهم يجوا على العجينه. تعالوا اوريكم اهي بعد العجن. طبعا الشكل اختلف تماما، انا بديها عجنه كده بايدي اكورها بس. وبصوا المنظر دلوقتي بقت ملساء اكتر بكتير جدا طبعا من الاول، وبقت ما فيهاش اي شقوق ولا اي حاجه، وده بالظبط المنظر اللي احنا عايزينه. العجان ممكن حد يدخل يشيله لو حابين. طيب العجينه دي بنعمل فيها ايه؟ بنسيبها تختمر يا حبايبي. بوله هرش فيها شويه دقيق وهحط العجينه وهقفل بستريتش عشان اسمح للعجينه ان هي تختمر. اتفقنا ان الاسترتش بيقفل كويس جدا البولات الازاز، بيمنع تماما دخول اي هواء، وده بيؤدي لان العجينه بتكون رطوبه جوه، فبالتالي الخميره بتبدا تتغذى على السكر وتبدا تنشط وتنتج لنا ثاني اكسيد الكربون اللي هو بيخلي العجينه تعلى، فتبقى بدل ما هي كده مكتومه كده ونايمه كده في الطبق، لا تبدا تعلى، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. دي كده العجينه قبل ما اختمرت
ودي عجينه اهي بعد ما اختمرت. بصوا هنلاحظ طبعا فرق كبير جدا في الحجم وفي الشكل، حتى دي باين ان هي هشه شويه عن التانيه، وده كده الغرض اللي احنا بنقول ان التخمير بيوصل ليه. الكتمه دي احنا مش عايزينها، احنا عايزين نعلى شويه بالعجينه وندخل لها الهواء المطلوب عشان تبقى هشه وكويسه. طيب عايزين نجهز كل حاجه تانيه، تعالوا كده واحنا واقفين، انا بحب اجهز كل حاجه قبل ما ابدا شغل. تعالوا نجهز الدهن. الدهن عندي صفار بيضه مع شويه لبن، قد معلقه كبيره كده، وهندوب فيهم قهوة سريعة الذوبان. القهوة سريعة الذوبان هتشيل زفرة البيض الأول وهتدي كمان لون جميل. زي الفل، مش بتدي طعم قهوة خالص، هي بس بتشلي تماما اي زفاره للبيض. الناس اللي موسوسه من زفاره البيض، رشه من القهوه سريعه الذوبان اوعدكم مفيش اي زفاره هتتشم. نقلب وبس كده، سائل الدهن جاهز معانا هو كمان، والعجينة اللي هتختمر انا هاخدها كده احطها على جنب، اسيبها هنا معايا الحلقة كلها، في اخر الحلقة نبقى نبص عليها. نرتب بقى امورنا. اللبن ده اللي كنا بنعجن بيه احنا محتاجناهوش كله، فهرجع الباقي لورا، رجعه طبعا مش هرميه يعني كده، ده مش محتاجينه. محتاجين طبعا الدقيق علشان هنحتاج رش الدقيق كل شوية، حلو ان احنا ننظم مكان شغلنا قبل ما نبدأ شغل، ده اريح حاجة ممكن تعملوها لنفسكم. وعندي هنا اهو كل حاجة الدهن، السائل اللي هدهن بيه حبة البركة السمسم، هشيل الورقة دي واجي اشتغل في العجينة على طول. طيب نجيب بقى العجينة اللي اختمرت، افضل بقدر الامكان ما ترشوش دقيق، يعني لو ينفع تشتغلوا من غير دقيق خالص يبقى احسن، لكن طبعا لو احتاجتوا حبة او رشة بسيطة مفيش مشكلة. بصوا بقى الفرق، العجينة هنا هشة ازاي وفيها هواء كتير، وده بالظبط اللي احنا عايزينه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد العجينه دي عايزه اقسمها كور. طب ليه يا ساره؟ عشان انا هفرد انا شايفه كده حلو، انا قسمت ربع وكل ربع قسمته اتنين يعني تمان. ادي ربع والربع اتقسم اتنين يبقى تمن وتمن. عملت لي قد ايه؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه، تمانيه. حلو جدا. هعمل ايه طيب؟ هاخد كده كل كوره من دول اكورها تكويره بسيطه. وملاحظين حاجه، انا ما بتكش قوي على العجينه اطلع منها الهواء، عايزاها تفضل هشه معايا بقدر الامكان. ولحد دلوقتي انا ما اضفتش اي دقيق، ليه؟ العجينه دي فيها ماده دهنيه ممكن تغنيني عن اضافه الدقيق، هتخليها ما تلزقش، فده بالنسبه لي حاجه كويسه. في اوبشن تاني ان انا اشتغل على ورق خبز، ان انا اشتغل على مفرش سيليكون، كل الحاجات دي بتخليها مش محتاجه دقيق. انا بكور بايدي، هوريكم دلوقتي، يا ريت ممكن تقربوا على ايدي اوريهم بيكوروا ازاي. يلا بناخد كده اهو كل الاطراف نلمها على جوه، فبقت العجينه اهي عامله زي كره بس كره منعكشه. اجيبها بقى كده اسويها، وببطن ايدي بقوم ماسكاها كده بحنيه كده، وابدا انا بايدي اهو، ده اللي شغال، سنده هنا وبلف بس عشان انا قافله على العجينه فهي بتتكور معايا. طبعا مع الممارسه الحركه دي بتبقى سريعه فبتبقى كوره في ثواني بس، خلاص بالشكل ده. نكور كل العجينه ونبدأ نفرد فيها، بس أنا بحب أكورها دايما عشان برضو الشغل يبقى منظم وبقى أنا مرتاحة. حد مش عايز يكورها هو حر، بس أنا بقول لكم اللي يريحكم أكتر في الشغل يعني.
لما بتتكور دلوقتي كده من الاول بتبقى اريح لي بكتير، بعد كده تبقى مرتاحه، لحقت ترتاح. فانا هكور الثمان كور وابدا افرد فيهم. احنا بنفرد او هنفرد بشكل دائري، عشان كده برضو كورنا بشكل دائري. وطبعا تقسيمه العجينه من الاول بتخليني اضمن ان انا هطلع كور قد بعضيها. لما بقعد اشتغل عشوائي كده واقطع منها، لا ممكن وارد طبعا مش كله يبقى قد بعضه. ده حتى لما بنشتغل بالسكينه وارد ان احنا برضو ما نطلعش كله قد بعضه. في ناس بقى محنتفه جدا بيوزنوا بيبقى جنبهم ميزان يتاكدوا ان كل كوره من الكور دي قد بعض بالظبط. بيحددوا مثلا ان الكوره 100 جرام مثلا يعني، فيقعدوا بقى يوزنوا يتاكدوا ان كل كوره 100 جرام، ويشيلوا حته من هنا يحطوها هنا عشان تظبط. بس يعني احنا مش محتاجين نحنتف للدرجه دي، نكتفي بان احنا نمسك السكينه ونقسم العجينه. الاتمام اللي احنا قسمناها دي هيكون تمام جدا، لو في فروق بسيطه يعني مش قضيه خالص، مش نهايه العالم. طبعا كل ده مش حنتفه فارغه يا جماعه، احنا لما بنقسم العجينه بنفس التقسيمه وبنفس الوزن ده بيكون عشان تاخد نفس السوى. ما هو لما انا احط عجينتين جنب بعض، واحده 50 جرام والثانيه 75، وادخلهم نفس الفرن في نفس الحراره في نفس الرف بالظبط في نفس الوقت ونفس المده، هيحصل ايه؟ حاجة هتستوي مظبوط وحاجة مش هتستوي كفاية، أو حاجة هتستوي مظبوط وحاجة هتتحرق، لأن هما مش متساويين. فعشان كده بنهتم بالموضوع وبناخد بالنا إن كل حاجة تبقى قد بعضيها. لقيتها خلاص، كنت بدور على دي النشابة الصغنطوطة دي، هتقدلنا الغرض وزيادة، لأن احنا بنتعامل مع كورة صغيرة. اللي عايز يستخدم النشابة الكبيرة تنفع برضه، مفيش أي مشكلة. ماشي، نعمل ايه بقى؟ نبدا باللي بدانا بيهم، يعني دايما في العجينه تبداي بالاول، ما نلخبطش، خلاص احنا عارفين ده الاخر، ده الاول اهو، فنبدا بيه. ولا ده مش الاول؟ العكس صح؟ العكس صح، بدات بهنا صح، عشان حسيت دول خمروا اكتر. ادي العجينه قدامي، هبدا بايدي كده ابططها، اخليها مدوره. هتلاقوا الموضوع اسهل من السهوله. أسهل من السهولة ليه؟ عشان هي رقم واحد خمرانة، رقم اتنين مرتاحة. ونبدأ نفرد كده، شايفين أنا بمشي في نفس الاتجاه فوق وتحت، يعني لو مشيت كده من النص ببدأ من النص وامشي لفوق، أقوم نفس الحاجة وامشي لتحت. ده اللي يحافظ لي على شكلها الدائري. محتاجة أرققها، مش أرققها لدرجة إنها تشف، بس لدرجة إنها ما تبقاش سميكة، فاقدر اتني فيها وانا عارفه ان هي مش تبقى ملبده ومعجنه وكلها عجينه كده. كوره اهي، دايره لطيفه، شايفين مظبوطه وكله زي الفل. اعتقد السمك بتاعها واضح، يعني باين. ايوه حلو قوي الشوت دي، مبينه قوي السمك بتاعها زي ما انتم شايفين. هي حاجه بسيطه جدا، ممكن لا تتعدى النص سنتي ويمكن تكون اقل منه كمان. فانا كده بالنسبه لي تمام جدا، اقدر ابدا اتنيها. بتنيها ليه؟ عشان اعمل الجيب اللي انا قلت عليه. ايه الجيب ده يا سارة؟ الجيب ده ان انا همسك العجينة دي اتنيها كده، وبعد كده اتنيها كده، فبقت ربع. ده المنظر اللي انا عايزاه. اعمل ايه بقى بعد كده؟ هكون مجهزة صينية الخبز، صاج الفرن بتاعي اهو، وهاخدها احطها عليه. يلا نكمل نفس الكلام. شكل الدائري بايدينا هيتشكل بسهوله جدا. نفس الكلام، دايره دايما افردوا من النص لجوه، ما تفردوش من الاطراف، ده اللي بيشوه الشكل. من النص لبره، اسفه مش جوه.
ونشابة صغنطوطة زي دي هتريحكوا جدا. زي الفل. نعمل ايه؟ نتني. ادي واحد وادي اتنين. بقى عندنا واحدة تانية ونكمل دائري، شكل دائري بايدينا، بنساعد النشابة وبنضمن ان الشكل يبدأ دايرة، لان هو اصلا لو مش بادئ دايرة يبقى انا كأني ايه صعبتها على نفسي. نبدأ نفرد ونبدأ نطبق. مش لازم حنطفى خالص يا جماعة. نفس الكلام. وشايفين هي بتتفرد بسهولة قد ايه؟ ده ناتج عن حاجتين، اولا انها اختمرت كويس، عشان الناس اللي بتشتكي لي ان العجينه بترد معايا وانا بفردها، بترد عشان ما اختمرتش كويس، ما ارتاحتش كويس، فهتفضل ترد طول ما انت بتشتغلي. فالتخمير الكويس بيخلي العجينه كده طريه في الايد، ما تردش معايا خالص وانا بشتغل وتريحني. وادي التطبيقه. طبعا لو لقينا في اي عدم تناسق في الاطراف ده عادي خالص، ده انا مش عايزه يعني اصدمكم واقول لكم ان هو شكله بيبقى احلى كمان لو الاطراف مش متناسقه قوي. نكمل. او اقول لكم على حاجه، انا هخلي الصينيه دي اربعه بس، عشان انا اعمل صينيه تانية اربعه عشان ما اضطرش اعمل صينيه اتنين، بتبقى النار حاميه عليهم قوي. نفرد. اخلي دي كده اربعه ونعمل واحدة تانية كمان أربعة، لأن احنا عندنا 8 كور ممكن نقسمهم على صينيتين. لو حد عنده صاج كبير هياخد 8 مرة واحدة، طبعا يعمل صاج واحد كفاية. يلا بينا. نجيب صاج تاني. ونحط العجينة. خلونا نكمل الصاج التاني بعد شوية. بنعمل بقى ايه بعد ما نكون فردنا العجينة كده او طبقناها بالمنظر ده؟ بنبدأ اولا يعني ياريت نسيبها ترتاح تاني، لو سبناها ترتاح تاني في الصينية كمان بنضمن ان هي تبقى هشة قوي. الخطوة اللي بعد كده ان احنا بندهن، فانا هجيب فرشة وهبدأ اخد من السائل اللي انا عملته او الخليط اللي انا عملته، البيض اللي باللبن، وهبدأ ادهن كده. بالشكل ده. زي الفل. وهاخد رشة حبة البركة ورشة سمسم
بالشكل ده وبقت جاهزه تدخل الفرن. اعتقد شكلها يتحدث عن نفسه، ولما تستوي هتشوفوا هي هتبقى عامله ازاي. هدخلها الفرن على درجه حراره 220 200، وهسيبها تتخبز. الرف اللي في النص حراره من فوق وتحت، الفرن يكون سخن يا جماعه، وطبعا اللي عنده مروحه توزيع حراره في الفرن بتاعه طبعا يشغلها في اي مخبوزات بتخلي النتيجه احسن بكتير. ايه رايكم تطلعوا فاصل صغير عبال ما انا اكمل الصينيه الثانيه، ولم ايه ماشي تمام، ولما نرجع نكمل حلقتنا مستنياكم. رأيكم لو عملنا نفس الحلاوة دي بالظبط؟ هو احنا ده اللي عملناه. تعالوا بصوا المعجنات بتاعتنا في الفرن شكلها تحفة. انتوا الفرن يبقى جي كده صح؟ بصوا شكلها تحفة ازاي. طلع لكم الصاج بره عشان تشوفوا المنظر، بس بتعلى وبتتنفخ، وده بالظبط اللي احنا عايزينه، بتاخد اللون. فاحنا امورنا تمام جدا، وعندنا صينية تانية فيها الاربعة التانيين تحت سايبينهم يستووا، وانا طبعا مجهزين من قبل الهواء علشان مش هينفع نستناهم، انتوا عارفين، فمجهزين من قبل الهواء وهم بيطلعوا بالمنظر ده، بالمنظر القمر ده. ولما بتيجوا كده تفتحوهم بتلاقوهم بيتفتحوا زي الساندوتش عادي خالص اهو، وهنا كمان الجيب ده بيتفتح عادي خالص من غير ما تتقطع ومن غير اي حاجه، وطريه اهو. انا بضغط عليها لاخر حاجه، بصوا بترد تاني، فده معناه ان العجينة بتاعتي طرية وجميلة جدا جدا جدا. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ ندلع الكلام ده، ندلعه بالحشوات اللي احنا عايزينها. ايه اللي عايز انا مثلا، استنى اجيب معلقة عشان الجبنة، عايزة احشي جبنة وطماطم، حشو عادية خالص، هو مش لازم خالص لا لانشون ولا غيره. بفتح الطبقات دي كده واجي مثلا اهو اخد شوية جبنة، دي جبنة بحبة البركة، كأني بعمل أي ساندوتش عادي يا جماعة. حطيت شوية جبنة، وهاخد شوية كمان أحطهم هنا. بوزع بس، هو بديل للعيش من الاخر كده، وابدا احط اللي انا عايزاه. هحط هنا طماطم، وانا الحقيقه بحب البصل قوي كمان مع الجبنه، احط كام شريحه بصل كده. بقى عندي اهو ساندوتش، همسكه كده مستو انه مقفول من تحت، فالحشوه عمرها ما هتقع مني، عشان كده بقول لكم ده مناسب جدا للولاد في المدرسه، وفي نفس الوقت شكله يعني جذاب قوي عن ساندوتش عادي، ومليان بقى بكل الحاجات اللي انا بحبها، وفي طبقات كده متدلع يعني مش ساندوتش عادي او اي حاجه. ممكن خيار، ايه المشكله؟ عادي، ممكن يتحط خيار طبعا، بيقولوا لي احنا متعودين الطماطم معاها خيار، عادي جدا. هي الفكره يا مونتي ان انت عندك العيش وعيش حياتك بقى، اللي انت حبه في الدنيا اعمله، مفيش مشكلة. ينفع حد يقولك ده صح وده غلط؟ لا بالظبط، كل ما يعجبك والبس ما يعجبك واعمل ما يعجبك، مادام انت محترم حدود الآخرين. بالظبط، مادام انت محترم حدود الآخرين وراضي ضميرك، يعني انت راضي عن اللي انت بتعمله على فكرة حتى لو غلط، خلاص انت قررت، انت اخترت. في ناس بتختار اختيارات خاطئة في الحياة، يا حرة، كل واحد في الآخر بيشيل ايه؟ بيشيل شيلته، كل عليه نفسه، صح ولا ايه؟ فعادي اختار انك تعمل الغلط، بس اعرف انك في يوم من الايام هتتحمل مسؤوليته، عشان بس
كله سلف ودين بالظبط، وكل واحد والله بيشيل شيلته في الاخر. بتخر على دماغه. والبطران اخرته ايه؟ قطران. يعني احنا قلنا لكم كل الامثله اللي تخليكم تتعظوا. سنه اولى خالتي. اه لا ده انا عندي شويه امثله لو اقولها لك دلوقتي هيقلب سنه اولى خالتي بجد. يلا بينا نكمل. طيب عملنا ساندوتش جبنه بالطماطم، تعالوا نعمل حاجه تانية. تعالوا ناخد شريحه جبنه شيدر. نعمل ايه رايكم؟ نعمل شيدر بالتركي واحط لها خيار مخلل كمان. ادي الجبنه الشيدر هحطها هنا وهاجي هنا واحط شريحتين تركي كده. لانشون بقى براحتكم يا ولاد. وانا كمان حاسه ان احنا لو حطينا لها خيار مخلل هتبقى فظيعه. ادي ساندوتش كمان. ممكن كمان بقى الصراحه يعني، الصراحه يعني شريحتين طماطم مع التركي الساندوتش ده كده يبقى عظمه. فيعني براحتكم في الحشوات، كل واحده عارفه اولادها بيحبوا ايه، عارفه هي بتحب ايه، جوزها بيحب ايه، البيت بيحب ايه. عيشوا حياتكم بقى ايه في اللي انتوا بتحبوه. ادي واحد كمان. وعلى فكره هي ممكن تتساب فاضيه واحنا قاعدين كده نغمسها باي حاجه برضو، ده مو اوبشن يعني، ما فيش مشكله. تعالوا نعمل لانشون بالجبنه الرومي، السندوتش الناس الكمل ده، سندوتش الناس العظيمه مع كوبايه شاي بلبن. جبرت، شكرا. اه ما انا لسه كنت بقول انه ينفع مربى وقشطه وحلاوه وعيش حياتك بقى. وهنا نحط جبنه رومي. كنت هحط طماطم بس بيني وبينكو يعني هو السندوتش ده كده من الكلاسيكيات، جبنه رومي باللانشون مش هنجود فيه، هو نعمله كده زي ما هو بيتعمل. انا ببص بس اه العجينه تحت استوت هي كمان، نطلعها. يلا هاتولي مربى، ولو عندنا قشطه هاتوا قشطه، ولو عندنا حلاوه هاتوا حلاوه، يعني براحتكم. تحرموش نفسكم من حاجه يا ولاد. ادي الصينيه الثانيه وبنسيبها تهدى من الحراره. لو انا عايزه العجينه بتاعتي تفضل طريه قوي بعمل ايه يا ولاد؟ اول ما تطلع من الفرن اقوم جايبه ورقه الفويل الحلوه واغطي كده. تاني ورقه فويل، انا ببقى عايزاها تفضل طريه عشان لما اجي اعملها سندوتشات تبقى طريه كده معايا. التغطيه دي وممكن ارشها بالميه، ابخها ميه واغطيها تفضل طريه معايا جدا. يلا نعمل ايه تاني؟ اه سلامي، تعالوا نعمل جبنه شيدر بالسلامي. يلا بينا. ادي شريحه الجبنه الشيدر هحط معاها بصل وهحط معاها خيار. تقدروا بقى تخلوا الساندوتش غني جدا وفيه كل حاجه انتوا عايزينها. وهنا انا هحط شريحتين طماطم ومع الطماطم هحط سلامي. بقى عندي اهو ساندوتش محترم. سلامي بالخيار المخلل بالبصل، حاجة عظمة بالجبنة الشدر. وموضوع ان المعجنات مقفولة من تحت ده لطيف جدا. ليه؟ لانه بيخلي زي ما قلتلكم مفيش حاجة تقع، الحشوة بتفضل محفوظة جوه ما بتقعش مننا خالص. يلا نعمل كمان. انا هحط دول هنا وهاخد دي اعمل عليها سندوتشات، هنفضها بس من السمسم وحبة البركة اللي واقعين دول. يلا ادي العيش بتاعنا. نعمل ايه يا سارة؟ تعالوا نعمل
لانشون بالجبنه البيضه برضو من السندوتشات اللي بحبها جدا الحقيقه، لان انا بميل اكتر للجبن البيضه، بحسها اخف. ايه دي الجبنه البيضه، احط معاها طماطم. وهنا كده ممكن احط سلين بقى، ساندويتش حلو جدا وقمر. طبعا وصلتكم الفكره، وانتوا بقى ايه براحتكم تماما، ابدعوا في الحشوات. اخر حبه جبنه بيضه عندي مش هسيبهم، هعمل بيهم ساندويتش كمان. ممكن نعمله بايه، جبنه بيضه باللانشون، دي برضو من السندوتشات الحلوه قوي. يلا بينا، جبنه بيضه باللانشون، نعمل واحد كمان. ممكن نعمل ميكس جبن، تيجوا نعمل شيدر على رومي، شيدر على رومي بالطماطم. ده بقى لو دخلناه الميكروويف يسيحوا مع بعض، اوف هيبقى قاتل. مفيش مشكله، يلا طماطم ورومي. وادي ساندوتش كمان، ونقدر نعمل كمان مربى. جابت لنا رغدة مربى، نفتح ونفتح هنا برضو عشان المربى دي في كيس حلواني للتسهيل يعني، لكن بمعلقة عادي جدا مفيش مشكلة كده. هفتح وهنا وهنا كمان، بصوا يا فظيع. ادي واحد مربى، فاعتقد كده يعني ايه، استنوا انا هتمشى لحد بره اجيب بورد. ادي واحد مربى، هعمل واحد كمان، يبقى عندنا اتنين مربى. وكده ايه نكتفي، الباقي نقدمهم بقى فاضيين. حاجة اخر حلاوة، بصوا طبعا ممكن تبقى لير في النص قشطة مثلا. وكده سندوتشاتنا جاهزه. تعالوا بقى ايه نمسح اي حاجه مش عاجبانا هنا ولا هنا. البورد دي هستخدمها عشان اقدم بقيه المعجنات، دي كده مش عايزاها. شيل بقى كل الحاجات الفاضيه، انا هجيب عايزه بورد كمان، اعتقد اهي دي كويسه. هحط عليها كل الحاجات دي عشان اللي عايز يعمل بقى ساندويتش بنفسه يعمل اللي هو عايزه. جبنه لانشون تركي
سلامي. ونجيب بقية الخضار، عندنا طماطم، وعندنا كمان خيار مخلل، بس. ويبقى ده كده ممكن يتعمل العيش لوحده ويتقدم معاه بورد زي دي كده، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، مفيش مشكلة خالص. عندي هنا في السكويز بوتل دي شوية مايونيز، سوري، هنعمل بيهم ايه؟ ممكن تيجوا تعملوا كده بقى على الساندوتش. وممكن تسيبوه زي ما هو، نسيبه زي ما هو، خلوا ده زي ما هو، مجرد اختيارات يعني، اللي انتوا عايزينه كله هيكون تمام. اعتقد كده الموضوع حلو قوي. تعالوا نقدم بقى اللي احنا عاملينهم في اللي احنا فردناهم وشكلناهم وسويناهم في الحلقة. هجيب البورد دي برضو، هروح بس ايه عند الحوض انفضها من السمسم وحبة البركة اللي كانوا اوريدي عليها، وهجيب اللي انا عاملاهم. بصوا يا جماعة، شايفين انا بضغط لحد ايه؟ وعادي بترد معايا، مفيش اي مشكلة، من جوه مستوية وزي الفل، وما عنديش فيها اي مشاكل. يلا بينا. طبعا يفضل ان انا ما اقعدش افعص فيها كده وهي سخنة، اسيبها تبرد الاول وبعد كده اقعد بقى اجرب كل التجارب اللي في الدنيا، مفيش مشاكل. طالعين قمر، شفت؟ حبة البركة راغدة يا جماعة، قال يعني بتساعدني يعني، فقامت ماسكة رشالي حبة البركة، مش رشت، هي بقعت يعني، بصوا بقعت حبة البركة، فمتوصية بيكوا قوي. بس هي حبة البركة، بصي هي مفيدة يعني، فهنتعشى من انت كان قصدك خير. هنتعشى من انت كان قصدك خير. يلا بينا نرص المعجنات الجميلة اللي احنا عملناها النهاردة. طبعا العجينة بصوا من اول الحلقة هي اوريدي اختمرت شوية، طبعا احنا صيف ورطوبه وكل كل الحاجات اللي هتحتاجها العجينه عشان تختمر موجوده، بس بنسيبها تختمر كويس جدا عشان نضمن ان احنا ناخد نتيجه ممتازه. نرص بقى كل حاجه، انا عايزه ارص دول كده. اوبا، وكمان ده جنبهم، جنب اخواته، وادي واحد كمان. لو في مشكلة في أي حاجة بعملها قولوا لي يا جماعة. وعندنا بقى العجينة ذات نفسها هنا اهي الفاضية من غير بقى ما نحشيها. وعندنا أو خلي العجينة دي للآخر، هنا ممكن نجيب بورد التقديم والحلو. وكده العجينة، الله، حلو قوي المنظر على الهواء. بصوا ايه المشكلة ان احنا نعمل عزومة سندوتشات يا جماعة؟ هتقول لا؟ والنبي ما هتقول. بالظبط، فيل او ماتش. لا دي عايزة ماتش. الماتش صح، انا بروح لا في ماتشات لازم تروحها الاستاد. فاكرين يا جماعة، فاكر يا جيمي كاس افريقيا سنة افتكر 98، حسن شحاتة، يا لهوي انا ما سبتش ماتش ما حضرتوش. كان كام؟ لا استحالة، انا كنت في الجامعة 2006 دي انا كنت اتخرجت. كان الجوهري؟ لا كان حسن شحاتة. لا اللي كان في مصر كان امتى؟ معقولة؟ تمانية في غانا، مظبوط 2006؟
يبقى انا تقريبا عشان مش عايزه اكبر نفسي فبفوت سنين يعني. كنت في الجامعه فعايزه اقول لكم انا ما فوتتش ماتش الخناقه. عارفه فاكرين خناقه حسن شحاته وميدو؟ حضرتها لايف. يلا بينا. وادي الجمال بتاع النهارده حلو قوي، حاجه بسيطه جدا، عجينه بسيطه جدا تطلع لنا كل الحاجات الحلوه دي، فاعتقد يعني ان احنا لازم نجربها. عملنا النهارده معجنات الجيب، ومعجنات الجيب العجينه بتاعتها ممكن تعملوا بيها اي معجنات تاني باي شكل تاني انتوا عايزينه، بس اعتقد ان الشكل ده مميز جدا لازم تجربوه. يا رب الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم، ويا رب الـ 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 الطريقه النهارده تكون كانت واضحه ليكم. طبعا حلقتنا النهارده كامله للي حضروا من النص او ما لحقوش يشوفوا حاجه او وقع منهم حاجه، الحلقه كلها بتعدي الساعه 8 وربع بالليل. جيمي هتنزل لنا المقادير تاني؟ نزل المقادير تاني ممكن؟ ممكن وانا بتكلم حتى انزلها. فزي ما اتفقنا الحلقه اعادتها الساعه 8 وربع، المقادير هتنزل لحضراتكم تاني اهو على الشاشه. بفكركم ان كل الحاجات اللي عملناها النهارده بتنزل بالمقادير بالشرح، فيديوهات وكتابه وكل اللي نفسكم فيه على كل بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصه بيا ساره عبد السلام. وما تنسوش تتابعوا صفحه البرنامج، عشان انتوا بتتابعوا صفحه القناه وناسين صفحه البرنامج. صفحه البرنامج بينزل عليها كل حاجه تخص البرنامج. فين صفحة البرنامج؟ بينزل عليها كل حاجة بنعملها في الحلقة، وهي اسمها سنة أولى طبخ مع الشيف سارة عبد السلام. ادخلوا عليها هتلاقوها موجودة على الفيسبوك، وتقدروا تتابعوها طبعا، موجودة كمان على انستجرام، وبنسعد جدا بالتواصل معاكم. طبعا صفحتي كمان موجودة سارة عبد السلام، بتتكتب بالعربي وبالانجليزي جنب بعض، وهي صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء فهتعرفوها على طول. اتمنى يا رب ان احنا نكون بنفيدكم دايما، واتمنى ان احنا نكون بنضيف لكم دايما باذن الله. عندنا موعد بكره جديد الساعه 1، حلقه جديده من سنه اولى طبخ، وهكون معاكم ساره عبد السلام. اشوفكم على خير واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.